مساء الفل عليكم كلكم، يا رب تبقوا بخير. طبعا خبر الموسم، فيزا لندن سنتين اونلاين ب 10 جنيه فقط. انت متخيل؟ مش ممكن. معاكم دكتور رجاء شكر الله، وطبعا يعني اكيد اكيد هقول لك الراجل ده مش بيجيب يعني اخبار غلط. انا عايز بس الفيديو ده يعني اوريكم يعني الميديا وازاي للاسف بيتم استغلالها من للاسف مش عارف اسميهم ايه يعني، بس هم اللي يقول لك كندا من غير لغه، الحق الحق، وتلاقي الفيديو 1 مليون مشاهده ومش عارف ايه. تعال على فكره انا يعني ما كذبتش في ولا حرف من دول، فيزا لندن ايوه لندن سنتين ايوه ب 10 جنيه فقط، والنهارده انا بكلمكم يوم 6/9/2023. الكلام على فكره المكتوب اهو ورا، تعالوا مع بعض نقلب بقى كده نشوف الحقيقه. تمام، النهارده 6/9/2023 ايوه ما كذبتش عليك، فيزا لندن ايوه، بس الكلام ده بقى لمين؟ لو انت قطري، بحريني، اردني، كويتي، عماني، سعودي، اماراتي، الناس دي بنقول لهم مبروك. نزل خبر حلو قوي قوي قوي، حاجه اسمها الايتا، او اللي هو زي الاعفاء كده الالكتروني من فيزا لندن. هيقول لك ايه الجديد؟ طب ما كان قبل كده الجنسيات دي بتطلعها عادي، كانوا بيطلعوها قبل كده ب 30 جنيه استرليني وكان زيارة واحدة وخلاص. لا دلوقتي بقى لو انت قطري وهتسافر من 15/11/2023 هتبدأ تقدم على الايتا دي وتطلع لك فيزا لمدة سنتين، تمام، ومتعددة الدخلات. لو انت بقيت الجنسيات البحريني، اردني، كويتي، عماني، سعودي، اماراتي، هتبدأ وهتسافر من 22/2/2024 الجاي ده، هتبدأ تقدم على الايتا من 1/2/2024 بكامل ايتا ب 10 جنيه. وعشان بس نبدا بقى نوضح الفرق بين الميديا استرليني، تمام. يبقى اذا يبقى فيزا لندن ايوه سنتين ايوه ب 10 جنيه ايوه، ولكن الحقيقه الكامله اهي. مبروك للجنسيات دي، طبعا الخبر جميل جدا لما يطلع فيزا اونلاين لندن سنتين، طبعا لو جوازه فيه المده دي لو اقل يبقى هياخدها اقل ب 10 جنيه استرليني فقط. طبعا الكلام ده يعني جميل جدا جدا جدا. تاني بأكد لك ما تمشيش ورا الميديا وتسمع كل الكلام، دايما كل خبر زي ده ليه حقيقة زي كده. أتمنى أكون وصلت معلومة ووصلت حقيقة، للأسف ناس كتير بيتم النصب عليها بسبب الميديا. كان معاكم رجاء شكر الله، فيزا آب، وأتمنى التوفيق للكل.